دلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع أهم الأحداث المقرر حدوثها اليوم واللي هيكون أبرزها تفاصيل انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ30. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة تنطلق فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة نحو 64 دولة عربية إفريقية وإسلامية، ومن المقرر عقدها بالقاهرة خلال الفترة من 23 ل 27 ديسمبر، ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فعاليات المسابقة نائباً عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. النهاردة هتعرض جمعية الفيلم ضمن نشاطها الأسبوعي الفيلم الهندي The Lunch Box احتفالاً بمرور 10 سنين على العرض الأول له، وهيتم العرض الساعة 6:30 مساءً بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية. بعد الفيلم هتقام ندوة عنه تديرها الناقدة أمنية عادل. النهاردة هينظم بيت المعمار المصري جلسة الحكي التفاعلية الشهرية مع مبادرة خميرة الحكايات والحكواتي محمد رمضان حسين بعنوان حكاية أنس الوجود، وعرض تاريخي لأسطورة إيزيس وأوزوريس ونشأة مصر ونيلها في الساعة 10 صباحاً. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع 6 مباريات قوية في إطار الجولة 18 من عمر المسابقة، مانشستر يونايتد مع ويست هام الساعة 2:30، الساعة 5 هيلتقي توتنهام مع إيفرتون، ونوتنغهام فورست مع بيرنموث، وفولهام مع بيرنلي، أيضاً لوتون تاون مع نيوكاسل يونايتد. الساعة 7:30 قمة الجولة اللي هتجمع ما بين ليفربول وأرسنال.